ساخنة للإلكترونيات في العاصمة نواكشوط اسم على مسماه، حيث يشهد السوق الخاص بالأجهزة الإلكترونية حركة لا تهدأ. تقرير في الموضوع. نقطة ساخنة اسم لسوق ساخن بطبيعته، لكنه يكثر سخونة كلما كثر الازدحام وتسارعت وتيرة المبايعات والمعاينات لكل ما تجود به السوق العالمية من هواتف أو ما قذفت به المحلات هنا من الهواتف المستعملة ومستلزماتها. في هذا السوق الصغير كل شيء مباح وكل شيء في المزاد، مئات العاملين والسماسرة ينتظرون فرصة ربح قد تنسي حرارة الشمس وصعوبة الظروف. نحن مرتنيات كامل خلاط كامل خلاط رايهم شك بي رجع زعون اشغل ابي اشغل يبقي عون راسو عون هلو ودبات ما عنده اي مشكلة قاعد نشري تلفونات نجي مرقو قدام بي ما عندنا باتي قاعد نوقف في الشمس مولانا معلم ويطيل لا مولانا. أمدو موسيقار ومغني يعزف بحزن في سوق المتناقضات، فمن غنائه يكسب قوته ومنه يشتري الحلوى لبيعها على هامش سوق صاخب في مدينة صاخبة. وسط هذه الأصوات الصاخبة والرنات المختلفة يعمل المئات من البريطانيين في هذا السوق الذي يستقبل بشكل يومي مئات الزبناء وينشط بشكل كبير في عالم المال والأعمال. وإلى عالم الرياضة وجديد الرياضة مع الكاميرا.